وكاين شويه ديال الكفاءات الكوميتي اللي استطاع بحال في هذا الاخير كنا عندنا المشاكل الماديه ما تنستطعوش باش نشاركوا في البطولات الافريقيه، على قش البطوله الافريقيه راه الا قلتي بطوله الافريقيه 70 مليون هذاك الا شاركنا كنا غادي نديروا المشاكل النادي في المسيره ديالو ديال البطوله وديال الكاس. قررنا ما نشاركوش دابا في المواد مي في النيجير، وقررنا باش نشاركوا نديروا بطوله ونحاولوا نجيبوا البطوله لكاس. راه جبنا الحلم الحمد لله الكاس، ولكن على ظهر بطوله افريقيه كل حاجه خصك تضحيه ببطوله افريقيه باش نجيبوا هذا الكاس العرش اللي كانت غاليه عندنا احسن من بطوله افريقيه. عفوا في افريقيا عندنا ان شاء الله في المواد اكتوبر هذا الشهر 10 عندنا بطوله افريقيه الفائزه بالبطوله ديال الموسم اللي فات في تونس، وعندنا في افريل 2023 بطوله افريقيه اخرى الفائزه بالكاس ديال هذه اللي الكاس اللي خدينا دابا. مع البيجي كما تيقولوا كاين الفلوس راه غادي نشاركوا، ما كاينين الفلوس راه غادي عاوتاني هاد الاخيره اللي شاركنا في الحمامات، شاركنا في البطوله العربيه ديال في الحمامات، عاونتنا شويه الجامعه باش نقدروا نقصوا ذاك الديفيسيت اللي كان عندنا اللي هو 60 مليون. كل الا كاين الفلوس ماشي غير بطولات افريقيه، احنا ان شاء الله نجيبوا عاوتاني لا كوب وشامبيونا، والحمد لله احنا تنلعبوا على هدف، اما هدف باش نبريباريو لي جون ونديو شامبيونات لي جون، اما هدف نديو الكبار، هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا حنا. حنا ما غنجيوش نلعبوا غير باش نتسماو نقصروا كما كنا، علاقاش كنا كنديروها كيمشيو لينا اللعابه، تيديو علينا اللعابه تيديو الفرق اللعابه، كاين دابا اللي في الدنمارك، كاين اللي في فرنسا، كاين في السعوديه، كاين اللي في